ولكن نقول لأمريكا ولإسرائيل ولآل سعود ولداعش ولقطر ولآل خليفة بأننا أبناء أولئك القوم، أبناء الحسين وعلي، وفي زماننا ليس كقبل 100 عام أو 200 عام، نحن في جبهة مقاومة تبتدئ من الجمهورية الإسلامية ولبنان وحزب الله وسوريا والبحرين والعراق بحشد الشعبي والمقاومة وأنصار الله وكل مقاوم. اليوم هناك ملايين من النساء والأطفال والرجال والشيوخ والقادة لن يسمحوا أن يرفع رأس الحسين ثانية على الرماح، لن يسمحوا أن يقطع كفي أبي العباس ثانية، لن يسمحوا أن تسبى زينب ثانية، لن يسمحوا أن تدخل زينب ثانية على الطغاة. وسيبقى شعارهم وسيبقى هدفهم كما نحن معهم، من حزب الله إلى الجمهورية إلى شعب البحرين إلى كل سجين في البحرين إلى كل مظلوم في اليمن والعراق وأفغانستان، صرختنا صرخة الحسين عليه السلام عندما وقف في أرض كربلاء في يوم العاشر من محرم، وحيداً فريداً، ونادى وسيبقى هذا النداء إلى قيام الساعة: ألا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركز بين الثنتين بين السلة والذلة، وهيهات النذلة.